وازيكم، معا معاكم محمد، فيديو جديد من قناة جيمز بوم. بالعرب في الفيديو ده هنلعب لعبة روكيت ليج، وزي ما انتم شايفين يا جماعة معانا عجل جديد تحفة يا جماعة، عجبني جدا. وهنلعب في الاكسبيشن. الاكسبيشن ده ايه؟ عبارة هو يعني زي هو ماتش اوف لاين بالبوتات، وممكن كمان تختار فعالية البوتات، يعني ممكن تختار صعبة او سهلة او ميديم. انا اختار ميديم يا جماعة عشان ايه ما يبقاش عالي قوي وما يبقاش تمام قوي. غير يا جماعة ان احنا ممكن نغير الاماكن، يعني مثلا يعني مثلا الكرة العادية، الباسكت بول، فولي، اي حاجة. انا هختار الباسكت بول، هنلعب بالباسكت بول الاول وبعديها هنلعب بالفولي. ويلا بينا نكسر الدنيا. اوكي يلا تعالي. ايوه كده. كان فاضل الله علي. لا لا لا، ايه ده؟ ده جه فينا جون بالفراشات، جون الربيع ده يا جماعه. تعالى لي. ايوه طيران. لا لا، في ايه؟ في ايه؟ ما انا مختار ميديوم. في ايه؟ هو الميديوم كده هم الاكسبرت هيبقى عامل ازاي؟ احنا بس عشان لسه جداد في الباسكت بول ده. اديله جيمز بوند. شايفين الحماس لما اسمي طلع كده؟ جيمز بوند نيو بلود. استنى. لا 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 لا، تعالى لي هنا. انا بقالي كتير يا جماعه ما لعبتش اللعبه، فايه يعني تلاقوني هبطت كده فيها. يا دي الفراشات اللي حيرانه من الاول دي. اوبس اوبس عليك، حرام عليك. يلا ايه ده؟ ايه اللفه دي؟ انا كده بامن الكوره. استنى يلا احتفظ احتفظ بالنفسات نفسات نفسه. استنى تعالى. ولا ولا انا هوريك. ولا ولا ايوه اديله يا صديلو. اديله يا صديلو. ما صدتهوش. تعالى لي بقى. ولا يا ولي يا ولي يا ولي، ما تدينا فرصة يا ولي. أربع أجوان مش فير يا ولي. يا ولي الله عليك يا ولي يا ولي. جيمز بوند نيو بلود. الله. أيوة أنا مش هخلي شوية بوتات يغلبوني. لا أنا ده احنا جيمز بوند، ما ينفعش كده. تعالي تعالي يا اسطى. ده اديله يا اسطى، اديله يلا يلا. اديله بس للاسف. يا ريتهم كانوا 3 جوان، يا ريتهم كانوا جابوا فينا 3 بس. كان لو كنت جبت جوان كمان. اوبس 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 فعلا. دلوقتي يا جماعه احنا هنلعب فولي، والفولي دي اسهل من الايه من الباسكت. كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا ندخل الكوره في الحته الزرقاء مش في البرتقالي من اولها كده جون. هو ايه موضوع الفراشات ده؟ استنى هجيبك. لا لا لا، بعيد قوي بعيد قوي بعيد قوي. يا عم يلا 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 يلا. لا
ايوه انزلي انزلي اديله وجن. الله انا بتفائل لما يعني بفرح قوي لما بشوف اليافطه بتاعتي دي او لا ما اسمهاش يافطه، يافطه ايه؟ احنا في محل كشري. اليافطه دي هي اللي جابت فينا جون، كان لازم اقول يافطه. اوكي استنى بقى، اعذروني يا جماعه معلش، اصل انا يعني بقالي كتير ما لعبتش الروكت ليج، ولما جيت العب لعبت في بتاع الجديده، كان لازم يعني اعمل فيديو على الاكسهيبيشن ده. ايه ده، وين الكره دي بتتنطط لوحدها ليه كده؟ ايوه اديله جيمز بون. مفيش حد بيجيب اجوان هنا غيري، ما تجيب اجوان يا عم انت بدل ما انت قاعد بتتفرج عليا. ايوه يس اديله يا اسطى، اديله يا اسطى اديله. كده بس كده ليه على العموم فاضل دقيقة واربع دقايق. ايه ده فاضل يا لهوي، ده كتير جدا ده كتير جدا، محتاجين نجيب جونين كمان عشان ما يتفوقوش علينا. لا 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 حبيبي 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 الله عليك حبيبي. ايه هو انا خواجة؟ يلا مشوار يا جماعة مشوار. ايوه ايه ده يا لهوي، يخرب بيت كده 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 يا لهوي. ايه ده، ده انا كده كحالها عمتها جيروين. انا ملاحظ ان انا وجيروين احنا الوحيدين اللي بنجيب اجوان، امال فين الاتنين التانيين؟ يلا 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 اديله. انا ما جبتش حاجه. ايه ده، لا ده انا اللي جبت، ده انا اللي جبت، مش مهم، المهم انها جت. ايوه اديله يا اسطى اديله يا اسطى اديله. على العموم احنا متفوقين بنقطة، على العموم مش مهم. ايوه الله عليك اديلها معلم. يلا نجيب جون في الثانية الأخيرة. ايوه يا سلام لو جبنا جون في الثانية الأخيرة يا جماعة، يا سلام يا عم ما تجيب جون، كان هيبقى أسطوري، جون أسطوري. يلا اديله يا صديله جون مع النقطة صفر، الله عليك واديله. فبس يا جماعه لو عجبكم الفيديو انزل حط لايك وشير للفيديو واعمل سبسكرايب للقناه ودعموا كومنتاتكم الهايله. فبس كان معاكم محمد من قناه جيمز بوم بالعربي، وسلام.